بسم الله الرحمن الرحيم. وانتثرت خيوط الشمس على المدى لتفصح عن قصة وطن اختلطت فيه الورود بأذى الأشواك، وأضحت شوارعه ملطخة بلون أحمر قان. وطن أصبحت أغلى أماني ساكنيه لقمة تسد جوعهم حتى آخر النهار. وطن ينام ويصحو على صدى صرخات أطفالهم وجرحاهم، وما بين دمعة فراق وصرخة يتم وتأوه وألم يخيم الليل الذي تغشاه السحب السوداء على ملاجئهم، فلا يدرون من أين ينتهي الألم. سوريا. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. رباه سلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جنة 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 والله يا وطننا. كلمات رددها أخوتنا السوريين، وما زال يرددها الأخوة السوريين الموجودين بسوريا حاليا. مثل ما وعدناكم اخواتنا الكرام، نحن جمعيه اياد الخير حاليا عم يتم نقل الاعانه المقدمه من قبل جمعيه الرحمه بالمانيا، جزاهم الله كل خير. نحن حاليا عم يتم نقل البضاعه حتى تصل للمستودعات، يتم التفريز حتى تصل للاخوه السوريين بالاحتياجات المهمه. يا رب هيك الله يجمعنا على خير دائما ويفرج عن شعبنا وعن بلدنا الغالي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رفعوا الاكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل. حاليا عم يتم تفريغ الاغاثه المقدمه من قبل جمعيه الرحمه بالمانيا، الله يجزيهم الخير، بمستودعات جمعيه اياد الخير حتى يتم فرزها وتقديمها للاخوه السوريين. يا رب هيك نكون عند حسن ظن. حره سيارة حاليا من الإعانة المقدمة من قبل جمعية الرحمة بألمانيا لحتى تتوجه لمنطقة حمص لحي دير بعلبي، وإن شاء الله يا رب بيصلوا بالسلام إلى أهلنا المحتاجين بحي دير بعلبي. والسلام عليكم ورحمة الله. معاول لا عاش. الإعانة المقدمة من قبل جمعية الرحمة بألمانيا مشكورين جزاهم الله كل خير. يا رب يفرج على بلادنا ويفرج على أهلنا بسوريا يا رب. وعليه أصبح حوبته. الله يجزيه كل خير. لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل، والله فوق المعتدي فوق الأسن.